ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ماذا تقول لربك يا قاتل عدنان؟ بماذا تجيب؟ هل أنت في الدنيا خالد أم ماذا؟ في يوم من الأيام تلقى الله سبحانه وتعالى، هل وجدت؟ وهل استعددت؟ وهل كنت مستعدا للسؤال؟ لأنك ستسأل لماذا قتلت ولماذا اغتصبت؟ الله أكبر. نزل خبرك يا بنيك الصاعقة، رحمك الله، رحمك الله جل وعلا، رحمك الله جل وعلا، وأسكنك الجنة، ورزق الأم والأب الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسالة، رسالة إلى الأم، إلى الأمة جمعاء، إلى الأمهات والآباء، إلى الأمهات والآباء، راقبوا أبناءكم، راقبوا أبناءكم، راقبوا أبناءكم، فهناك كثير، خصوصا في هذه الأسابيع القليلة المنصرمة، خطف كثير من الأطفال، فراقبوا أبناءكم يرعاكم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.